أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. سنبدأ معاً عاماً دراسياً جديداً جميلاً مثمراً. لذا أحبتي، لا بد لنا من التعارف والتعاون والتشارك معاً. في هذه الحصة سوف نقوم بالتعرف إلى بعضنا البعض والتعرف إلى ما فعلناه خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة التفاعلية في الغرفة الصفية. هذا بالإضافة أحبتي إلى توزيع كتب الخاصة بكم. كذلك سوف نقوم بالحديث عن بعض الأمور الخاصة بكم المتعلقة بشخصية كل طالب. في الدرس الأول أحبتي من الوحدة الأولى سوف نتناول موضوعاً شيقاً، ألا وهو التعرف إلى الآيات الكريمة من الأولى إلى الخامسة من سورة الملك. في هذه السورة تظهر عظمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض بإتقان وإحكام، وقدرته سبحانه وتعالى على إماتة الإنسان ثم إعادة إحيائه يوم القيامة ليحاسبه على أعماله في الحياة الدنيا. لابد أن يعرف الطالب أن هذه السورة سورة مكية، وكذلك لابد أن يتعرف إلى المفردات والتراكيب بعد أن يقوم بقراءة السورة والاستماع إليها أكثر من مرة. وفي رحاب الآيات القرآنية الكريمة يمجد الله تعالى نفسه في الآيات، وأنه سبحانه مالك الكون وما فيه، والمتصرف في المخلوقات كافة بما يشاء، وأنه على كل شيء قدير. ولا بد أن يتعلم الطالب أن سورة الملك لها العديد من الأسماء، منها تبارك والملك والمنجية والمانعة والواقية. وورد في الآيات الكريمة دلائل قدرة الله تعالى على الخلق، الموت والحياة، وخلق السماوات وخلق النجوم، وتلك الموضوعات التي سنركز عليها خلال الدرس. منها خلق الموت والحياة، إذ يصف الله تعالى نفسه بأنه المنزه عن النقص، مالك الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، ويبين كذلك لعباده أن الموت والحياة بيده، وهو الذي يحيي الناس بعد موتهم يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم. كذلك يتحدث عن خلق السماوات السبع، بعضها فوق بعض غاية في الحسن والإتقان، لا يرى الناظر إليها اختلافاً ولا نقصاً، ولو أعاد النظر إليها مرة بعد مرة فسيرجع بصره إليه عاجزاً عن رؤية نقص أو عيب فيها. وكذلك تتحدث الآيات الكريمة عن خلق النجوم، إذ إن الله سبحانه وتعالى زين السماء بنجوم عظيمة ومضيئة، وأخرج من هذه النجوم شهباً محرقة حتى تحرق الشياطين. وهكذا إلى أن نصل بعد الأنشطة التفاعلية إلى اختبار المعلومات وحل أسئلة الدرس. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.